مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. درسنا اليوم الضرب والقسمة. الهدف من هذا الدرس معرفة حقائق الضرب والقسمة لجدول ضرب الأعداد 2 و3 و5 و10. الهدف الثاني يبدأ بقسمة عدد مكون من رقمين ويزيد ناتجه عن جدول 10. الهدف الثالث يفهم أنه قد يوجد عدد متبقي من ناتج عملية القسمة يمكن تسميته بالباقي. الضرب والقسمة، أولا نتعرف على مفهوم القسمة. القسمة تعني توزيع عدد من الأشياء في مجموعات متساوية لإيجاد عدد المجموعات أو عدد الأشياء في كل مجموعة. جملة القسمة تتكون من المقسوم، علامة القسمة، المقسوم عليه، ناتج القسمة. المقسوم لابد أن يكون أكبر من أو يساوي المقسوم عليه. المقسوم يساوي المقسوم عليه في ناتج القسمة إذ لم يكن هناك باقي. مثال: أوجد ناتج قسمة 21 تقسيم 3. يمكن إيجاد ناتج القسمة من خلال حفظك لجدول الضرب. ما هو العدد الذي إذا ضرب في 3 كان الناتج 21؟ أو يمكننا إيجاد ناتج القسمة من خلال عمل نموذج لقسمة 21 إلى 3 مجموعات متساوية. نقوم بتوزيع 21 حبة فراولة على 3 مجموعات بالتساوي. لاحظوا مع عملية التقسيم، نقسم 21 حبة فراولة على 3 مجموعات بالتساوي. جملة القسمة: عدد حبات الفراولة على عدد المجموعات يساوي عدد الحبات في كل مجموعة. إذا ناتج القسمة هنا هو عدد الحبات في كل مجموعة: 1 2 3 4 5 6 7. إذا ناتج القسمة 21 تقسيم 3 يساوي 7. جملة الضرب المرتبطة بجملة القسمة هي 7 ضرب 3 يساوي 21 أو 3 ضرب 7 يساوي 21. عملية القسمة عكس عملية الضرب. مثال: قسم أحمد 12 ريالا على أولاده عمر وعلي بالتساوي، ما نصيب كل واحد منهم؟ أحمد لديه 12 ريالا، سيقسمهم على عمر وعلي بالتساوي. لإيجاد نصيب كل واحد منهم نقوم بقسمة 12 على 2. لإيجاد ناتج القسمة لاحظوا مع عملية التقسيم، سيقوم أحمد بتوزيع 12 ريالا على عمر وعلي بالتساوي. نصيب كل واحد منهم عمر 1 2 3 4 5 6، كذلك علي 1 2 3 4 5 6. نصيب كل واحد منهم 6 ريالا. 12 تسمى المقسوم، 2 المقسوم عليه، 6 وهي ناتج القسمة. حقائق الضرب لجملة القسمة هي 2 ضرب 6 يساوي 12، 6 ضرب 2 يساوي 12. عليك حفظ جدول الضرب. مثال آخر: وضع عمر 6 أطباق على كل طاولة لتناول الطعام، فإذا استعمل 24 طبقا لتجهيز الطاولات فما عدد الطاولات التي جهزها؟ الطاولة الواحدة يوضع عليها 6 أطباق. لإيجاد عدد الطاولات سنقوم بعملية القسمة 24 تقسيم 6. لإيجاد ناتج القسمة نجده من خلال عملية الضرب. ما العدد الذي ضرب فيه 6 يكون الناتج 24؟ 6 ضرب 4 أو 4 ضرب 6 يساوي 24. إذن 24 تقسيم 6 يساوي 4. إذن عدد الطاولات يساوي 4 طاولات. مثال آخر:
يتقاسم 5 أطفال 40 قطعة حلوى. يتقاسم، إذن جملة قسمة، 5 أطفال 40 قطعة حلوى فيما بينهم بالتساوي، كم عدد الحلوى التي يحصل عليها كل طفل؟ سنقوم بتقسيم 40 قطعة على 5، إذن جملة قسمة لإيجاد عدد قطع الحلوى التي يحصل عليها كل طفل 40 تقسيم 5 لإيجاد الناتج من خلال جدول الضرب. ما العدد الذي إذا ضرب في 5 كان الناتج 40؟ 5 ضرب 8 يساوي 40، إذن 40 تقسيم 5 يساوي 8، بعدد القطع التي يحصل عليها كل طفل 8 قطع. ماذا يقصد بالباقي؟ لاحظوا معي، لتقسيم 8 كرات على ولدين، لدينا 8 كرات ولدينا ولدين، سنقوم بتقسيم 8 كرات على ولدين، كل واحد سيأخذ 4 كرات ولن يتبقى معه شيء، إذن كل واحد يأخذ 4 كرات. جملة القسمة 8 تقسيم 2 يساوي 4، هل يتبقى شيء؟ لم يتبقى شيء، الباقي هنا يساوي 0. لاحظوا معي المثال الثاني، لديك 14 فراشة تريد تقسيمها إلى 3 مجموعات. لدينا 14 فراشة نقسمها على 3 مجموعات متساوية، كم فراشة في كل مجموعة وما الباقي؟ نرسم 3 مجموعات، نقوم بتقسيم 14 فراشة بالتساوي، نضع في كل مجموعة 1 ثم نعيد التقسيم مرة أخرى. لاحظوا معي عدد الفراشات في كل مجموعة، المجموعة الأولى بها 4 فراشات، الثانية بها 4 فراشات، الثالثة بها 4 فراشات، وتبقى 2 لا يمكن تقسيمهم بالتساوي على 3 مجموعات. إذن جملة القسمة 14 تقسيم 3 يساوي 4 والباقي 2، الباقي لابد أن يكون أقل من المقسوم عليه، الباقي هنا 2 والمقسوم عليه 3. مثال آخر، في حديقة الحيوان 4 عمال يعتنون 38 حيوانا، فإذا كان كل عامل يعتني بالعدد نفسه من الحيوانات، فهل سيعتني العمال 4 بالحيوانات جميعها؟ نجد عدد الحيوانات التي يعتني بها كل عامل من خلال جملة القسمة 38 تقسيم 4، لإيجاد عدد الحيوانات التي يعتني بها كل عامل نبحث عن العدد الذي إذا ضرب في 4 كان الناتج 38. في جدول الأربعة لا يوجد عدد يضرب في 4 يكون الناتج 38، نبحث عن عدد إذا ضرب في 4 كان الناتج قريب من 38 وهو 4 ضرب 9 يساوي 36، إذن 38 تقسيم 4 يساوي 9، 4 ضرب 9 36، يتبقى من 38 2، إذن لا يعتني العمال 4 بالحيوانات جميعها، يتبقى 2 من الحيوانات لا أحد يعتني بهم. المقسوم هنا يساوي المقسوم عليه في ناتج القسمة زائد الباقي، أي 38 يساوي 4 ضرب 9 زائد 2. هيا بنا نحل تمرين كتاب التلميذ صفحة رقم 53. السؤال الأول، ماذا يحدث للأعداد عندما تضرب بالعدد 1؟ لضرب أي عدد في 1 يكون الناتج هو العدد نفسه، 1 ضرب 5 يساوي 5، 1 ضرب 7 يساوي 7، 1 ضرب 100 يساوي 100. ماذا يحدث للأعداد عندما تضرب بالعدد 0؟ لضرب أي عدد في 0 يكون الناتج 0، 0 ضرب 5 يساوي 0، 0 ضرب 10 يساوي 0. السؤال الثالث، انسخ وأكمل كل جدول. هذه عملية قسمة بها أعداد مفقودة، لإيجاد الأعداد المفقودة في عملية القسمة سنستخدم جدول الضرب.
15 تقسيم 3، نبحث عن العدد الذي إذا ضرب في 3 كان الناتج 15، وهو 3 ضرب 5 يساوي 15. إذن 15 تقسيم 3 يساوي 5. كذلك 24 تقسيم 3، 3 ضرب 8 24، 24 تقسيم 3 يساوي 8. هذا هو المقسوم، الثلاثة المقسوم عليه الثمانية ناتج القسمة. العدد المفقود هنا المقسوم، أكبر عدد في عملية القسمة. إذا كان المقسوم هو العدد المفقود نقوم بعملية الضرب. يجد المقسوم هنا نقوم بضرب 3 ضرب 6، 3 ضرب 6 18. إذن 18 تقسيم 3 يساوي 6. أيضا هنا العدد المفقود هو المقسوم، لإيجاد العدد المفقود نقوم بعملية ضرب 3 في 11 يساوي 33. 20 تقسيم 4 من خلال جدول الضرب، 20 تقسيم 4 يساوي 5. هنا المقسوم هو العدد المفقود نقوم بعملية الضرب، 4 ضرب 8 يساوي 32. إذن المقسوم هنا 32. 36 تقسيم 4 يساوي، أيضا من خلال جدول الضرب، يساوي 9. المقسوم، لإيجاد المقسوم نقوم بضرب 4 ضرب 6 يساوي 24. إذن المقسوم هنا 24. 45 تقسيم 5 يساوي 9 من خلال جدول الضرب. لإيجاد العدد المفقود هو هنا المقسوم، إذن يساوي 5 ضرب 6، 5 ضرب 6 يساوي 30. المقسوم هنا يساوي 5 ضرب 11 يساوي 55. 35 تقسيم 5 يساوي 7 من خلال حفظك لجدول الضرب. هيا بنا نحل تمرين آخر من كتاب التلميذ، صفحة رقم 53، السؤال الرابع. اكتب 4 حقائق للضرب والقسمة مختلفة لكل مجموعة من الأعداد. لدينا 3 أعداد، 3 و 30 و 10. لكتابة حقائق الضرب، أولا أكبر عدد هو ناتج الضرب، إذن 3 ضرب 10 يساوي 30، 10 ضرب 3 يساوي 30، وهذه حقائق الضرب. لكتابة حقائق القسمة، أكبر عدد هنا يكون المقسوم، إذن 30 تقسيم 3 يساوي 10، 30 تقسيم 10 يساوي 3، وهذه حقائق القسمة. كذلك هنا العدد الأكبر 28 يكون هو ناتج الضرب، 4 ضرب 7 يساوي 28، أو 7 ضرب 4 يساوي 28. العدد الأكبر هنا في جملة القسمة يكون هو المقسوم. 28 تقسيم 4 يساوي 7، 28 تقسيم 7 يساوي 4. كذلك رقم ج، العدد الأكبر في جملة الضرب هو ناتج الضرب، 8 ضرب 6 يساوي 48، 6 ضرب 8 يساوي 48، وهذه حقائق الضرب. حقائق القسمة، العدد الأكبر هو المقسوم. 48 تقسيم 6 يساوي 8، لذلك 48 تقسيم 8 يساوي 6. لدينا تمرين آخر من كتاب التلميذ، صفحة رقم 54، أنسخ وأكمل. العدد المفقود هنا المقسوم، ويوجد هنا باقي. إذا كان الباقي لا يساوي صفر، فالمقسوم يساوي المقسوم عليه فيه ناتج القسمة زائد الباقي. لإيجاد العدد المفقود هنا سنقوم بضرب 6 ضرب 6 زائد 2. 6 ضرب 6 36 زائد 2 38. إذن العدد المفقود هنا 38. كذلك العدد المفقود هنا هو المقسوم، يساوي 3 ضرب 4 زائد 2 14. إذن العدد المفقود هنا 14 وهو المقسوم. كذلك لإيجاد العدد المفقود نقوم بضرب 2 ضرب 7 زائد 1 يساوي 15. 5 ضرب 12 زائد 3 لإيجاد العدد المفقود يساوي 5 ضرب 12 زائد 3 يساوي 63. لإيجاد العدد المفقود نقوم بضرب 4 ضرب 7
زائد 2 يساوي 30، وهنا أيضا العدد المفقود يساوي 3 ضرب 9 زائد 1 يساوي 28، 10 ضرب 7 زائد 6 يساوي 76، 9 ضرب 4 36 زائد 3 يساوي 39. ولا هنا قد انتهينا من درس اليوم خطوات لنحو تميزي. كتاب التلميذ صفحة رقم 55، عليك حفظ جدول الضرب حتى تستطيع الإجابة على هذه الأسئلة. أتمنى الاستفادة للجميع، أتمنى من الله أن نكون قد حققنا الهدف من هذا الدرس. سعدت بوجودكم معي.